بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اليوم موضوع محاضرتنا هو عن داعش وعن أبو بكر البغدادي في روايات أهل البيت. الكثير منا هلأ يتساءل بهذه الظروف اللي عم بتصير، من هو أبو بكر البغدادي ومن هي داعش وما هو سر ظهورهما، يعني بهذه اللحظات وبهذا الوقت وبهذا التاريخ وبهذه الطريقة. هل هؤلاء الأشخاص موجودين في روايات أهل البيت سلام الله عليهم؟ الحمد لله أهل البيت تركوا لنا موروث ما زال يساعدنا للتحضير لظهور الإمام سلام الله عليه، الإمام المهدي سلام الله عليه. لذلك نحن من خلال هذا الباب سوف نتطرق في الكثير من المحاضرات القادمة عن هذه اللحظات، سوف نكون ونقدم هذه الأشياء بهذه الطريقة لحتى نخلي كل الناس الذين ينتظرون ويترقبون ظهور الإمام المهدي يترقبونه من خلال تلك الأحاديث الشريفة، ولحتى نفوت أكثر بهذه المعرفة، ولحتى ما نضيع، لأن المرحلة القادمة سوف تكون مرحلة مليئة بالفتن والمصائب أكثر مما كانت من قبل والأمراض. فلذلك حنكون معكم بهذه اللحظات بتوجيه هذه الأحاديث، بتوجيه أهل البيت، لا نوصل إن شاء الله لبر الأمان وللظهور المبارك. من هو داعش ومن هو أبو بكر البغدادي الذي ظهر فجأة؟ في اللي متابع كل الناس اللي بيتابعوا الأخبار، أبو بكر البغدادي أول ما ظهر، قبل ما يظهر بالمسجد ويتكلم كأنه خليفة المسلمين، تداولت الصحف أسماءه، وساعة بقولوا أنه قتل، ساعة لم يقتل، ونحن كنا مش عايرينه أي انتباه. ليه؟ لأن كما كل هؤلاء الإرهابيين بيطلعوا من هون بفوتوا من هون، ساعة بيطلعوا بالمطار، ساعة بيختفوا من المطار. والدولة كانت، الدولة العراقية كانت وأعلنت أنه أبو بكر البغدادي قتل في أحد الغارات، وأعلنت قبل منه قتل في أحد الغارات، بس رجع بعدين ظهر وبهذه الطريقة وبهذه الصورة. هل هو موجود في أحاديث أهل البيت وما هو مسماه؟ تعودنا أهل البيت لم يسموا هؤلاء الأشخاص بالاسم اللي هن متداول بين الناس، ولكن له دلالات. هنالك أحد الأحاديث التي وردت عن أهل البيت سلام الله عليه، أنا لن أخوض بماهية الأحاديث، سأتناولها بعد التحقق منها، بعد فهمها، بعد استيعابها، بعد تطبيقها على الواقع، لأن هذا الموضوع بيطول شرحه وما في هلا وقت ولا طاقة لا لنا ولا لكم إنه نرجع نفوت بسرد هذه الأحاديث، لأن حيصير فيه نفوت بجدل هذا صح ولا هذا خطأ، وما عش نخلص مثل كل مرة. ما هذا مسمى داعش أو أبو بكر البغدادي؟ أبو بكر البغدادي سماه أهل البيت سلام الله عليهم بأنه الشي صباني. الشاي صباني من هو؟ ما هو هذا المسمى بالتحديد؟ الشاي صباني هو اسم من أسماء أولاد إبليس، لأنه يأتي ويظهر فجأة، ويعني كلمة يجري جريانه كلمة، ونعرف أن إبليس يجري جريان الماء في دم الإنسان، ولذلك من أحد أسماء أولاده الشاي صباني، مثل الشاي شو من الشيطان، وصباني من الصبيان. فالشاي صباني يأتي إلى الناس المتعصبين جدا، وهو شيطان يأتي إلى الناس المتعصبين ويوهم ويوسوس لهم بالقتل وبقطع الرقاب وبأكل الأكباد. وهذه الأشياء تطبق بالتحديد على دولة داعش التي ذكرها الإمام علي في أحد الأحاديث بأنهم أصحاب الدولة، قلوبهم كزبر الحديد، ولكنهم لا يوجد لديهم أي عهد ولا وفاء، ويرخون شعورهم، شعور ولحاهم كالنساء، ووصفهم بأنهم لا عهد لهم وبأنهم منافقين وكل هذه الأشياء. هلأ لماذا نقول، ولماذا الإمام علي سلام الله قال إنهم قلوبهم كزبر الحديد؟ لأنهم من الناحية الظاهرية هم شجعان، بس ولكن من الناحية الباطنية هم جرذان. وأثبتت هذه الأشياء، وأثبتت ما أقوله، عندما كانوا يقومون بقتال حزب الله في القصير وفي كل المناطق الموجودة على الحدود اللبنانية، وانتصر بها الحمد لله حزب الله، ومني داعش وجبهة النصرة وكل هذه الجماعات المتطرفة خسارة كبيرة وشديدة. بس ولكن الحرب هذه لم تنتهي، لكنها الآن تبدأ. بالروايات يقولون أنه الشيصباني
يجري كجري الماء، يعني يأتي فجأة ويختفي فجأة. كل الناس مثل ما سمعنا بموصل وكيف دخل الموصل وكيف دخل أخذ تقريبا نص العراق بهذه الصدمة بدون ما حدا يعرف، لا استخبارات ولا شيء. هنالك أشياء لهلا نحن عم نحاول نستوعبها من ناحية المخابرات، من ناحية الصحف كيف تكلمت عنه، بس ولكن كلها أشياء صارت مكشوفة وصار كل هذه المؤامرات مكشوفة. الشيصباني وداعش وهذه المسميات كلها مدعومة من الغرب، ولدي أدلة على ذلك، ودعمها وتوقيتها أتى من الغرب. خلينا نلاحظ هذا أبو بكر البغدادي أو الشيصباني كيف ظهر. ظهر في شهر رمضان المبارك في مسجد من المساجد الكبيرة الموجودة في الموصل. بعد ذلك كان يرتدي السواد وكان يرتدي العمامة السوداء ولديه البلاغة والفصاحة بالحديث، وكأنه مدرب، كأنه كل هذا التدريب وكل هذه الأشياء. لا، هنالك يعني انه صور انتشرت على الفيسبوك انه المخابرات الايرانيه كشفت صوره وكذا وكذا وكذا. هلا حتى لو كان صح هذا الشيء او كان خطا، نحن نعرف انه هي كلياته من تخطيط الغرب، بس ولكن لا ارى انه الغرب شديد الحماقه لحتى ينشر صوره، صور تدريباته وصور موجوده مع نساء وصور موجوده مع وزير الخارجيه الامريكي وكل هذه الصور التي انتشرت. بس ولكن دلالة خروجه، الخروج اللي خرج به لديه دلالة خطيرة جدا، خصوصا لأتباع أهل البيت. الدلالة الأولى أنه خرج في شهر رمضان المبارك، هذا شيء خطير لأن لكم هلأ كيف. الدلالة الثانية أنه خرج من مسجد. الدلالة الثالثة خرج يرتدي عمامة سوداء. الدلالة الرابعة خرج في يوم الجمعة. كل هذه دلالات نحن لدينا برواياتنا أن الإمام المهدي حين ظهوره يخرج من الكعبة أو من مسجد، يعني هي المسجد الحرم الحرمين الشريفين، و يرتدي العمامة السوداء أو العمامة الخضراء، ويكون خروجه في شهر رمضان المبارك، ويكون خروجه يوم الجمعة. كل هذه كأنه حدا مخطط لهذا الشيء لحتى يخرج في هذا الوقت، حتى يشوه أهل البيت، خصوصا العمامة السوداء. درج الإرهاب بنظرة بصورة الإرهاب عند الغرب بالعمامة البيضاء، يعني كل الإرهابيين اللي موجودين من الطائفة الأخرى كانوا كلهم من العمامة البيضاء، بس هذا الشخص الوحيد الذي ارتدى العمامة السوداء، وهذا له مدلول خطير جدا، وتكلمت عن هذا المدلول يعني. لذلك يريدون تشويه الآن أتباع أهل البيت. حين يخرج الإمام المهدي يريدون تشويه هذه الصورة. ليه؟ أول ما يخرج الإمام المهدي سلام الله عليه سوف يقرنون صورته بصورة أبو بكر البغدادي، بيقولوا هذا خرج، شوفوا كيف شكله، شوفوا كيف خرج، شوفوا بأي طريقة، شوفوا بأي منهج، وشوفوا كيف كان يقطع الروس ويجلي ويأكل الأكباد وهذه الأشياء. وهذا الشخص الإمام المهدي سلام الله عليه سوف يكون نفس الشيء في النظام الدجلي الموجود الآن، سوف يشوه قبل أن يولد الإمام. يعني كل التخطيط الآن سوف يكون على تشويه تلك الدولة القادمة، دولة صاحب العصر والزمان. بقى المدلول الآخر، بكل الأفلام خصوصا الفيلم الأول الذي انتشر بشدة عن داعش عندما كانوا هنالك ما يسمى بالمجاهدين، كانوا على طريق صحراوي بين سوريا والعراق، وهذا مدلول خطير. وأوقفوا شاحنات وصاروا يسألوا الناس كم ركعة الصلاة وكل هذه الأشياء، كل الناس كانت ملتهية تشوف هدول الأشخاص كيف سوف تجيب، وبعد ذلك كيف سوف يقتلوا. ولكن هنالك شيء أكبر كان عم بيصير بالخلفية، وهو هنالك شيء عظيم. ما هو هذا الشيء العظيم؟ هنالك فيلم سينمائي لمتابع، أنا هعرض هلا الصور اللي هون موجودة حد مننا، لمتابع لهيدي الفيديو ولهذا الصور كأنه عم يحضر فيلم من ديسكفري تشانل، يعني نفس طريقة الإخراج. الكاميرات، انظر إلى الكاميرات عالية الجودة، يعني كل كاميرا تقريبا حقها 9000 أو 8000 دولار. مش بس هيك، شوفوا كيف تفصل الكاميرات بينها وبين أخرى، يعني هنالك مصورين
بطريقة احترافية رائعة، يعني طريقة التصوير كان كأنه عم يصوروا فيلم، طريقة التكلم مع هؤلاء الأشخاص كأنه فيلم، طريقة الإخراج فيلم، فيلم وثائقي يضاهي أفلام الديسكفري تشانل، كيف يصورون الطبيعة أو الحيوانات أو كل هذه الأشياء. ونأتي الآن على فيلم كمان آخر بث منذ مدة قليلة عن نفي لأعضاء داعش لعمل الأشياء الإرهابية، وطريقة التصوير كأنه ناس مدربين بسينما عالمية، مش بسلم باسمي بواقع إرهابي، مش مثل ما تعودنا على طالبان وتعودنا على كل الأفلام السابقة من بن لادن وكل الأجيال التي قدمت حتى هذه اللحظة. لذلك داعش نراه يمتلك التكنولوجيا العالية في التصوير، نراه يمتلك التكنولوجيا العالية في الإخراج، ولديه يمتلك التكنولوجيا العالية في التخطيط عندما ظهر هذا الشخص لكي يتشبه بصاحب العصر والزمان ولكي ينادي نفسه بأنه خليفة المسلمين. طيب كلية هذا لوين رايح؟ رايح لصوب كما ذكر السيد حسن نصر الله في حفظه الله في أحد الخطابات، أنه سوف يحاولون تمييع هدم المساجد، تمييع هدم المراقد، سوف يحاولون تمييع ظهور هذا الإمام عندما يخرج صاحب العصر والزمان، تمييع ظهوره لا بإقرانه بالحالة الإرهابية، يعني سوف يكون للغرب مبرر لقتال من سوف سيخرج في الوقت القريب، وهذا تمهيد لهدم المسجد الأقصى، والذي بالروايات الشيعية للأسف سوف يكون هذا الشيء، للأسف سوف يكون هذا الشيء، ويتمنى أن يكون كل هذه الأحاديث خاطئة أو ملفقة، يعني أكيد لا مش من أهل البيت، ولكن دخل على عبر التاريخ الكثير من الأحاديث الخاطئة، وأتمنى أن أكون هذه من الأحاديث الخاطئة أو غير صحيحة. لذلك نجتمع على كل هذه الأدلة التي وردناها ونقول أن الشيخ صباني هذا هو قد خرج، يكون خروجه قبل خروج السفياني، نحن على أبواب خروج السفياني، وهذه الخطورة الكبرى. السفياني سوف يستعمل الدين، سوف يستعمل القومية، لماذا؟ لأن داعش فشلت من خلال اغتصابها للنساء، من خلال بيعهم، من خلال استرقاق الناس، من خلال فرض هذه كل هذه الأشياء، سوف تفشل، قادمة على فشل كبير، وسوف يأخذ كل هذا يستثمره شخص سوف يلعب على القومية، سوف يلعب على الدين، سوف يلعب على العقيدة، سوف يستقطب كل المدارس، مدارس أهل السنة والجماعة إلى حظيرته، لأنه سوف ينطلق من مسميات ومن عناوين أكبر بكثير من الأفق الضيق الذي كانت له داعش والتي تأسست له داعش، والآن أراد الغرب لها أن تنتهي هذه كلياتها للتحضير لشيء أكبر وأعظم، وهو تدمير كامل للشرق الأوسط الذي أفشلته المرجعية الدينية في العراق، وأفشله النظام السوري، وأفشله حزب الله في لبنان، ونظام الجمهورية الإسلامية في إيران. لذلك سوف يتحضر كل هذا لوجود السفياني، عيوننا الآن على دمشق، على سوريا، على حيث من وادي من حلب، حيث من الوادي اليابس، نترقب ظهور السفياني لعنة الله عليه، الذي سوف يكون الكثير من داعش في تحت إمرته، الكثير من جبهة النصرة تحت إمرته، سوف يتوحد كل هذه المسميات تحت هذا المسمى الكبير السفياني. وإلى ذلك الحين إن شاء الله سوف نراقب معكم، نحلل معكم، وإن شاء الله بنقول من هو السفياني القادم، لأنه صار على الأبواب، وبس بقي أنه يظهر الصورة والشخص. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.